كل القاسيين اللي في حياتنا علمونا نكون ناس رحيمة، لأننا دقنا وعرفنا إن القسوة بتوجع جدا. كل الأزمات اللي بنمر بيها خلتنا أشخاص أقوى وقادرة على المواجهة والصمود. أما بقى كل المؤذين اللي مرينا بيهم، نحب نقول لهم شكرا علشان انتوا بقيتوا سبب كل نجاح ممكن نحققه. اهلا وسهلا بحضراتكم في يوم جديد وحلقة جديدة من تفاصيل. النهاردة في تفاصيل عندنا موضوع نتعلم منه الصبر والصمود والنجاح والرضا بقضاء ربنا سبحانه وتعالى. ميادة بنت عندها 17 سنة من محافظة الفيوم، من ذوي القدرات الخاصة، ربنا أنعم عليها بفقدان البصر. ميادة ذاكرت ونجحت وطلعت الأولى على الثانوية الأزهرية للمكفوفين. قبل ما نطلع نشوف تقريرنا الأول مع ميادة، خلونا أفكركم بقصة أمنية اللي عرضناها في حلقتنا اللي فاتت. هتنعرف إيه الجديد فيها وإيه اللي حصل معايا بعد عرض الحلقة، بس خلونا أفكركم بالموضوع ونرجع ليكم مرة تانية. ابقوا معنا. سنتين ونص لا شفتهم ولا سمعت حتى صوتهم. سابني في الشارع في الصحراء، اب ما بيصرفش على اولاده، بني ادم بيقول لي انا كنتش عايزه اخلف اصلا، وانا بنتي كان مصوره له صوره على الباب المطبخ، يا بابا اقعد معانا. يا بنتي يارا يارا ولمار، انا يا ماما ما سبتكوش، انا يا ماما ما سبتكوش ولا هسيبكوا ولا هسيبكوا، احنا واخدين احكام نهائيه، انا مش هسيبكوا يا ماما، انا مش هسيبكوا يا ماما، ما حدش يقول لكم انا ده للزمن، عشان لو جرى لكم حاجه، لو جرى لكم حاجه قبل ما اشوفكم يا رب، لو جرى لكم حاجه قبل ما اشوفكم. يا بنتي انا ما سبتكوش يا ماما، انا عايزاكم، المدرسه بتسال عليكم، كل زمايلكم بيسالوا عليكم، عايزاكم ترجعوا لحياتكم الطبيعيه، انا مش عايزه من ابوكم حاجه، انا مش عايزه اذي ابوكم، والله العظيم ما عايزه اذيه ولا باذيه، انا كل الاحكام اللي واخداها دي ما فيها منها حاجه زور، كلها ان انا عايزاكم، كلها ان انا عايزاكم، محدش يضحك عليكم يا ماما، انا مش عايزه من ابوكم حاجه، مجرد انه ينفذ القانون يروح لحاله، انا مش عايزه فلوس، انا مستعده بريك يا خالد، وانا بقول لك مستعده بريك من نفقه الولاد، انا مش عايزه منك حاجه يا ابني، انا مش هسامحك يا خالد. ده هو حط ايده على الكعبه وقال لي يا رب ليه زي امنيه، ايه وجع الكيده في رحله وتدبيره في تدميره، قلت له ما انا اللي مديك العمره، ده انا قلت لك ده انا قعدت اتحايل عليه عشان يروح العمره، قلت له ما يعني ما جاش في خيالك، انا ما اذيتكش خالص نهائي نهائي، وقال لي والدتي يا امنيه دي مش في تفكيري، طب عايز مني ايه؟ عايز مني ايه؟ امنيه دي مش في تفكيرك، عايز مني ايه؟ يا ابني ارجع اللي انت فيه، ارجع اللي انت فيه، ولادك ولادك مش هيبقى مش هتقوم يكبروا يا خالد، يا خالد ولادك بيكبروا بقالهم سنتين ونص ما بيتعلموش. ان شاء الله هيرجعوا ان شاء الله، والقانون هيتنفذ يا رب، مفيش حد فوق القانون في البلد دي. انا عارفه انا عارفه، بس انا خايفه يكون جرالهم حاجه، انا خايفه يكون جرالهم حاجه، يعني نعمتي بشكل مباشر في اي محضر؟ لا لا لا، انا قلت هطلع نيابه العامه بكره، ان انا خايفه يكون جرالهم حاجه، يعني انا لغايه اخر امل امبارح تخيلت ان هو هيجيبهم ويجي، لانه مش هيخلي عليه حكم مستأنف لمجرد ان هو ما يجيبش اطفال. امبارح امبارح لسه حاكم عليه تأييد حضور اعتباري، لانه وقف قدام القاضي وقال له لا انا مش انا معايا العيال. طب انت معاك العيال، احنا معانا القانون، احنا معانا القانون، ما احنا قلنا بنمشي بايه، احنا بنمشي بالقوانين، احنا في البلد بنمشي بالقوانين، انا عايزه انفذ القانون، عايز اشوف ولادي. ان شاء الله هتشوفي ولادك. بس سنتين ونص لا شفتهم ولا سمعت حتى صوتهم. سابني في الشارع في الصحراء، اب ما بيصرفش على اولاده، بني ادم بيقول لي انا كنتش عايزه اخلف اصلا، وانا بنتي كان مصوره له صوره على الباب المطبخ، يا بابا اقعد معانا. امه تقول لي ولادك قتلتهم لك، انا عايز اشوف ولادي دول حصل فيهم ايه. انا ما سبتكيش يا يارا، انا ما سبتكيش يا بنتي، وحط
الورق جنبي وعيط على اولادي ما تسمعنيش صوتهم سنتين ونص. ما جالش عليه لحظه تقول له يا بابا عايز اشوف ماما. بتدمرني انا اللي عملت لك انا ايه عشان تدمرني وتدمر بناتي؟ مش عايزه فلوس منك، مش عايزه حاجه، انا عايزه بناتي. ده كان حال امنيه. أم منهارة على بناتها جدا، طلعت تستغيث بكل حد بيشوفها. مع حكم محكمة بإن هي تاخد بنتينها، الحواجز والقلق والخوف والهواجس ما بتسيبهاش، مفيش حاجة سايباها أبدا أبدا. كل يوم تقول بناتي مش موجودين. طب بناتي راحوا فين؟ بدأ يصيبها شك دايما إن بناتها مش بخير، وده في حد ذاته صعب قوي، واكيد كل ام بتشوفني عارفه ده صعب جدا لما تخوضي حرب، والحرب دي تكون قدام يعني الطرف التاني اللي هو منك او اللي كان منك، فيقوم تبقى الحرب على حاجه غاليه قوي عندك. في الحقيقه احنا كنا نشدنا المجلس القومي للمراه، وامنيه حد نشيط، حد عنده استعداد يتعلق في اشياء بس يوصل للنجاة، حد يعني عنده استعداد يروح آخر الدنيا بس حد يقف جنبها، لأن هي معهاش أي حد خالص غير ربنا سبحانه وتعالى، والدتها ووالدتها. فعلا راحت المجلس القومي للمرأة، قابلوها، قعد معاها ناس هناك، الأستاذ محمد المحامي سمع منها حكايتها وقالت له أنا عايزة ولادي. قالوا خلاص بالفعل احنا هنبدا نصعد الموضوع للنيابه ونبدا نشوف اجراءات ان انت تاخدي ولادك ازاي. يعني بنثق في بلادنا لاخر نقطه فينا، اخر نقطه دم فينا، بنثق في بلادنا جدا. يا رب ان شاء الله في يوم من الايام ولادها يرجعوا لها. في الحقيقه احنا لما عرضنا الحلقه دي ناس كتير قوي 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 كانت مع أمنية، ناس كتير قوي اتفاعلت مع ألمها ووجعها، ناس كتير قوي قوي قالت لها إن شاء الله ودعت لها إن ولادك يرجعوا لك، ناس كتير قالت لها اجمدي إن شاء الله هيجولك ويتربوا ويكبروا في حضنك. يعني كرد فعل الناس كلها صدقتها، الناس كلها حست بيها ووجعها. ليه بقى؟ لأن دي الأمومة، دي الأم لما بتبقى مشاعر جواها مشاعر محدش بيزايد عليها مهما نتكلم، دي مشاعر أم. بناتها سنتين ونص ما سمعتش صوتهم، ما تعرفش عنهم أي حاجة، مع حكم بالتنفيذ إن هي تاخد البنتين. يعني عندي ثقة وأمل كبير جدا في ربنا سبحانه وتعالى، في كل مسؤول بيسمعني ما يسيبوش أمنية لوحدهم. بناشد وزارة الداخلية وتنفيذ الأحكام، أرجوكوا ساعدوا أمنية اللي هي تاخد بنتنا. النيابة العامة أرجوكوا، الست دي كل اللي طالباه من ربنا إن هي تشوف بناتها وتطمن عليهم وتنفذ حكم محكمة. وشكرا لمجلس القومي للمرأة اللي مش بتأخر أبدا. يعني احنا متابعين في القضية دي، دايما بنطلع هنا وبنبقى عندنا انتماءاتنا الثابتة اللي ما بتتحركش، ما بنصورش كده ونمشي، لا بنفضل واقفين علشان خاطر نبقى عملنا اللي علينا. بنبقى عندنا امل كبير قوي اللي زينا يزيدوا قوي. كل ما ثقتك تبقى زيادة قوي في بلادك، كل ما انت بتحس بأمان أكبر، بتحس كده إنك الحمد لله نحن في نعمة. هتروحي فين يا نهال؟ هروح الفيوم لبنت من بناتنا، هروح اتجاه تاني خالص، اتجاه فيه فرحة، فيه أمل، فيه صبر، فيه جدعنة. هتشوفوا حاجة جميلة قوي معايا على الشاشة،
الثانوية العامة بتعمل نوع من أنواع ال بصوا المبيت المعسكر كده، تحس إن الأسرة دي عندها معسكر كده. ليه؟ علشان ابن في ثانوية عامة أو بنت في ثانوية عامة بتبدأ تودع كل حاجة، يعني بتودع كل حاجة. ما هي الثانوية الأزهرية يا أستاذ أحمد، ثانوية عامة برضه مصير. هي في الحقيقة ميادة طالبة ثانوي أزهري. هما بيقولوا لي هي ثانوية أزهرية، قلت لهم واحد يعني بيبقوا زي بعض يعني مصير. تيجي بقى كل أسرة تقفل جدا على كل حياتها، لا تروح تزور حد ولا تستقبل حد، أصل احنا عندنا ثانوية عامة. يجي الولاد والبنات يقولوا إيه ده؟ إيه يا جماعة ليه ده كله؟ ما هو مش ليه ده كله؟ لأن هي فعلا تحديد مصيرك. الثانوية العامة دي بتثبت شخصيتك بدري. أنت قادر تتحمل مسؤولية؟ أنت قادرة تكوني قد أي ضغط؟ أنت بتتحملي مسؤولية؟ أنت ليك مستقبل؟ أنت قادر ترسمه وتحدده وتقدره؟ حاجات كتير قوي بتعملها الثانوية العامة دي. ما ينفعش تعدي باستهتار كده. كل أب وأم بيفضلوا يدعموا ولادهم يعني الآخر نفس فيهم والآخر جني كمان. تعالوا نطلع نشوف ميادة، فيديو جميل قوي أنا واثقة له هيعجبكم، ابقوا معنا. كل أب وأم بيفضلوا يشقوا طول الوقت طول الوقت عشان يأمنوا مستقبل ولادهم، علشان يبقوا أحسن منهم، يودوا دروس ويعني ويجيبوا ملازم
ويودوا يعني بص ممكن يسافر فين وياخد نفسه ويتغرب ولا مرتبه كله مراته يسيبه لها وام كمان تشارك في البيت تقولك بس ولادي يتعلموا تعليم حلو ويوصل اللي هم عايزينه. تعالوا بقى نشوف الاسره دي شكلها ايه. يا اخو ميادة زيك. تعالوا بقى نسمع الحكايه دق التفاصيل على صدى البلد. ميادة السلام عليكم. الف مبروك الف مبروك يا ميادة ازيك. الف مبروك يا حبيبتي. الف مبروك يا ست البنات. الف الف مبروك. عاملة ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. الف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك في حضرتك. الشطارة والحلاوة دي، الجمال والطعامة دي. عرفتي يا مين اللي بلغك بالنتيجة؟ يا كان والدي بيبحث عن النتيجة وواحدة زميل يعني اتصل عليه بشره وقال مبروك لميادة، هي طلعت مركز أول على مستوى المحافظة. وبعدين قال لك اللي انت المركز الأول على مستوى المحافظة. قولي لي بقى كنت بتذاكري كام ساعة؟ بصراحة أنا ما كانش ليا وقت يعني ساعات محددة. أنا ممكن كنت أذاكر 8 ساعات في اليوم 10 ساعات في اليوم على حسب ما أقدر. انتي في ايام ما كانش ليكي ما كنتش محدده لنفسك ساعه. ايوه. اكتر ماده كنت خايفه منها؟ تاريخ. تاريخ صعب. بيني وبينك كنت ادبي. جبت فيه كام؟ لسه ما جبتش درجه كل ماده. انا احنا جبناها من على النت كمجموع. قولي لي بقى كده وانتي بتذاكري دايما معروف ان احنا ممكن نسرح ما نركز نفكر في اي حاجه، كنت بتتغلبي على ده ازاي؟ صراحة أنا يعني كنت بذاكر يعني كنت ببقى قاعدة مركزة مع يعني أنا وأنا بذاكر وأنا بسمع الحاجة وبذاكر الحاجة بحب إن أنا قاعدة مركزة، مش ببقى يعني ما ببقاش قاعدة سرحانة زي الناس. يعني بحب إن أنا ببقى قاعدة مركزة مع الحاجة وأستفيد منها، ولو ما استوعبتهاش قاعدة كذا مرة لحد ما استوعبها. أكتر حد كان بيقعد يقول لك ذاكري ذاكري ذاكري؟ والدي. يقول لك ايه؟ برضه. طيب قاعده تلعبي مع اخواتك؟ ما بلعبش. بتعملي ايه طول اليوم؟ انا بحب اقرا قران، بحب يعني بحب المذاكره، بحب اسمع درس استفيد بينا. اكتر حد بارك لك مباركه حلوه كده؟ بصراحه في ناس كتير يعني. قوليلي. يعني في والدي وقرايبي وجيراني يعني ناس واخواتي برضه ناس كتير. اخوالي باركولك قالوا لك ايه بقى؟ قال لي الف مبروك، انت مشرفان ودايما رافع راسنا ودايما متفوقه. مين كان دايما الهدف اللي عينك حاطه عينك عليه؟ نعم. مين الهدف اللي انت كنت حاطه عينك عليه؟ حد مثل اعلى ليكي؟ صح والدي ووالدتي. بصراحه ماما مساك الاعلى. اكتر حاجه بتحبيها في ماما ايه؟ ايه اكتر حاجه بتحبيها في ماما ايه؟ يعني ان هي يعني ان هي دايما كانت لما اخواتي ما يعني اخواتي مثلا ما يرضاش يشغلوا لها، فهي دايما كانت تزعق لهم تقول لهم ما ادوا اختكم انتوا خلاص شغلوا لها اللي هي. يعني كان دايما توصي اخواتك عليكي؟ علي. ايوه. وبابا بقى؟ بابا الصراحة كان دايما هو تعب معايا كتير، تعب معايا ان انا احفظ القرآن، ساعدني ان انا احفظ القرآن، ساعدني ان انا اتعلم، تعب معايا بصراحة كتير، كان دايما يوديني المدرسة على طول ويجيبني. يعني بابا اللي وقف جنبك في التعليم. مين كان بيقعد يحفظك بقى في المناهج؟ القرآن انت حفظتيه، بابا ساعدك، المناهج بقى؟ لا المناهج بصراحة كنت بعتمد على شرح المدرسين وكنت باجي اراجع، كنت بسجلها على اللاب وكنت باجي اراجع حاجتي. كانت كان صعبة بيقول. كانت صعبة السنة. صعبة السنة. ايوه. تدخلي كلية ايه؟ دراسات اسلاميه او لغه عربيه، يعني حاجه فيهم. اشمعنى دول؟ عشان انا بصراحه بحب المواد الشرعيه. يعني انت مقرره ومحدده هدفك لا دراسات اسلاميه لا لغه عربيه. طب انهي الاقرب لقلبك؟ نعم. الاقرب لقلبك يعني؟ صراحه دراسات اسلاميه. دايما بيبقى في واحد بعد طريق النجاح وانت اسم الله ربنا كرمك
تبقى في حاجات بتقف قدامه كده شويه صعاب كده عشان البنات اللي داخله ثانويه عامه بقى تسمعك. الصعاب دي كنت تتغلبي عليها ازاي؟ كنت بتعدي المطبات دي ازاي؟ غششيهم بقى غششيهم. صراحه انا لم يعني لما نجح لما عرفت ان انا طلعت الاولى على المحافظه كنت يعني كنت فرحانه جدا يعني كنت صراحه كنت اطير من الفرحه لما عرفت ان انا طلعت المركز الاول على مستوى المحافظه. يعني بصراحه يعني حاجه جميله ان انا يعني شرفت قرايبي وشرفت اهلي وشرفت جيران وشرفت يعني الناس المعهدي شرفت الناس كتير ان انا مثلا طلعت الاولى على محافظه الفيوم. كنت قدي المسؤوليه وانتي جدعه. دايما بناتنا لما بتبقى جدعه بتبان من الاول كده. انت كنت طول الوقت همك انك تفرحي بابا وماما. ايوه بس قالوا لك ايه بقى اول ما النتيجه بانت كده وبابا قال لك كلمه كده بينك وبينه كده قال لك ايه حاجه بقى لبنته كده وبين اخواتك قال لك ايه وانتوا قاعدين تتغدوا كده ولا حاجه؟ بصراحه فرح جدا وقال لي الف مبروك ده انت شرفتينا وفرحتينا. الف مبروك. ودايما الناجح الجواب يبان من عنوانه وانت قدها وقدود يا بطله عشتي. ألف مبروك يا حبيبتي. المشاهدين طول الوقت بنشوف حاجات على السوشيال ميديا من بنات بنستغربها قوي ما بيعملوا كده ازاي؟ طب اهليهم فين؟ ايه الطريقة اللي بيتكلموا بيها دي وبيتحركوا بيها دي؟ اما بقى يجي في عز العتمة نور واحدة كده تشاور تقول لا انا مني كتير لا انا مني كتير بنت تقرر ان هي تشرف اهلها وتفرحهم وتتحدى كل الصعب عشان تبقى في المكانة دي واحنا نجيلها النهاردة. قالت لي ميادة ماما كانت بتساعدني وبابا جدا قولي لي بقى ازاي؟ انا بقول لك بساعدها بتيجي اللي هي عايزاه بنعمله لها عايزة الدرس كذا بخلي اختها تجيب لها تشغل لها اللاب ويودوها الدرس ويجيبوهم الدرس ويتشغل اللي عايزة اللبس اللي هي عايزاه بنجيبه لها وكل حاجة عايزاها بنعملها لها. طول الوقت بيبقى كل ام عارفه ولادها. اكتر حاجه تميز ميادة ايه؟ اكتر حاجه تميز ان هي كانت مجتهده وتحب تحفظ قران وتحب الدروس بتاعتها وعايزه كل حاجه يعني الذكاء وكل حاجه عايزاها عندها طموح موهبه جامده عندها طموح وموهبه جامده ان هي مين اخواتها زيها؟
احنا ما في، هي عندنا ديت بس دي مش قوي يعني، مش هتبقى يعني، هي ديت شاطره وكل حاجه بس مش هتبقى زيها. مين بلغك بالنتيجه؟ مين بلغك بالنتيجه؟ بلغنا بالنتيجه ابله، في ابله شيماء شغاله في المعهد، وهي فتحت على النت ورنت علينا بلغتنا بالنتيجه. احنا قاعدين مستنيين حضرتك النتيجه هنا، وهي بلغتنا بتقول الشيخ المدير المنطقه بيفزع النتيجه. فانت ده ما الف مبروك للميادة، بقول لها في هات المادة طلعت الأولى على المحافظة. الأولى على المحافظة. أنت اللي محافظة القرآن؟ أنا اللي محافظة القرآن. وباها كان هي، بس أنا كنت بوديها شيخ وما كنت بحافظها في الجمعية حفظ قرآن، وباها كان بيجي يراجع لها. يعني كنت ساعتها. بتقول لإخواتها إيه؟ بتوصيهم عليها؟ والله على طول. إزاي؟ تقول لهم إيه؟ كنت بضربهم والله على عشان خاطر. تضربهم على شينك؟ أي والله. تقول لهم إيه بقى؟ يعني أقول لهم أختكم دي في المركز الأول، إن أنتوا تهتموا بها. أختكم دي هي يعتبر سبب اللي احنا كنا فيه دي، وسبب الشهرة والمجد، وهي اللي رفع رأسنا كده. ناس بركت لك؟ ناس كتير والله العظيم، يمكن لحد الساعة 2 بالليل. والناس يقول لك ايه بقى؟ يعني ألف مبروك وعقبال دكتوراه إن شاء الله. يعني والله لحد الساعة 2-3 بالليل. ما يدا حنينة؟ حنينة. يعني عس بنا حاجة تعملها لك؟ لا هي روح وعالي، هي ميال. ربنا يخليك. الله يخليك. يعني لحد الساعه 2 بالليل كنت والله والله اسال اسالهم والله. حتى المدام بقت تقول لي انت مش هتبطل التليفونات ده يفصل وده يفصل. هو كله بيحب ميال. يعني الناس الغالبه تقول له احنا اكلنا الفرحه دي عند اولادنا، احنا مش عند ميال. تعبت في المجهود ده؟ تعبت والله. يعني تعبت يعني السنه كلها صراحه ما كانش بتقع في البيت. يعني كنت ممكن اجيبها من المدرسه على الدروس. يعني ممكن كانت تاخد لحد المغرب، بعد المغرب دروس. يعني كنت اجيبها، انا كنت بوديها معهد يومين بشواي، اوديها بشواي واجيبها من بشواي بتاع 10 كيلو. فكنت يومين اجيبها. ممكن تقول لي يا بابا انا مش هروح، انا عندي درس. يا بنت روح اتغدى لو بتاع. تقول لي لا انا عندي دروس. تبقى عايزه تخلص الدروس بتاعتها، يعني عندها عزيمه ان هي عايزه تاخد دروس وعايزه تطلع من الاوائل. فكنت اقسم بالله سواء كنت بجيبها المغرب البيت او بعد المغرب من الدروس، اجيبها من الدرس ده اوديها الدرس ده، اجيبها من الدرس ده اوديها الدرس ده. كنت متخيل ان مياده تطلع من الاوائل؟ كنت عارفه. كنت متخيل ان هي مياده في الاول في حفظ القران بسم الله ما شاء الله، كان عندها يعني كنت اقرا لها الحاجه كده بسم الله ما شاء الله من مره واحده او مرتين، تبص لها حفظتها. فانا ابص لها مياده. انا عن نفسي المواد اللي كنت بذاكرها لها، كنت بذاكر لها مواد، انا عن نفسي اقول لها يا مياده 15 ماده يا ابله، 15 ماده في الازهر. يعني انا كنتش متخيل. اقول له انا مش عارفه اقرا المواد اصلا، ومش عارفه انا لو قعدت شهر مش هذاكر الماده. ابص انا اقرا الماده واجي اسالها فيها، ابص لها بسم الله ما شاء الله تجاوب على جميع الاسئله اللي انا اقولها لها. حضرتك بتشتغل ايه؟ انا شغال في الازهر برضه. هم كل ولادك ازهريين؟ لا هي بس، هي بس هي دخلت ازهر. هو عندنا محمد دخل ازهر وحولته من الازهر، ما ينفعش في الازهر. صعب عليه. صعب عليه. وانا اللي انا شغال في معهد ازهري برضه هنا في البلد. زمايلك طبعا بركول. لا كلهم والله، والله كلهم. من ضمن واحد دلوقتي بيقول لي والله انا حاسس انها اقوى من عيالي في الفرحه، وهو كان شغال معايا في المعهد، كانت دائما هي هتبقى متفوقه في الفصل. كان يقول لي هي المياده، انا اشرح الدرس هي اللي تجاوب، ما فيش حد يجاوب. يعني هي على قد كده بالذكاء يعني في الفصل كده، تشرح الدرس خلاص، الدرس خلاص حفظته في دماغها. عندها قوه الحفظ وعندها الموهبه ان هي تقدر تحفظ الدرس وتراجع الدرس في وقت مركزة. ما فيش حاجة شغلها. هي شغلها القرآن والمذاكرة بس. كل أم بتحلم لبنتها، تحلم الميادة إيه؟ لسه بتحلم لها بإيه؟ إن هي نفسي إن هي تبقى حاجة كبيرة أو ربنا يحقق لها أمنيتها، وبتقول لك عايزة تبقى ميادة في الجامعة وربنا ينولها باللي هي عايزة. دايما بتدعي لهم؟ ايوه طبعا. بتقول لهم ايه بقى كده؟ ربنا يوفقهم وربنا معاهم ويقف معاهم ويبقى في احسن حال. في امهات تفضل تقول لك ذاكر وتصرخ وتصوت وتلم الناس عليها، انت مش عارف مصلحتك، انت ما بتذاكريش مش عارفه مصلحتك. بتعملي كده مع مين فيهم؟ لا ما هم بصي، انا قلت لهم انتوا اللي ذاكر هيبقى النفس، ومش هيذاكر برضه النفس، بس انا عايزاكم تبقى حاجه حلوه وحاجه كبيره. الله. يعني لو كنت أقول لهم روحوا الدروس وذاكروا ويقولوا حاضر وما بيسمعوش الكلام، يعني العيال الصغيرة ديت كل واحد بقى حر في مصيره. كل واحد قلت لهم النصيحة. أيوة طب أنا هعمل إيه؟ ما أنا بقول لهم بيسيبوني ويطلعوا بره يلعبوا. هي كانت في حالها كده لوحدها. هي ديت من طلعتها وهي متفوقة وعايزة العلام وحابة كده، وإحنا وقفنا معاها زغت لها بقى.
يعني عندها عزيمة ان هي عايزة تاخد دروس وعايزة تطلع من الأوائل. حاجة حلوة قوي، حاجة كده بنقول بيها ان احنا بلادنا بخير، حاجة كده بتخليك تثق في اللي منك قوي، حاجة تخليك تديهم كل اللي عندك، تديهم من قلبك، تديهم من مجهودك، ما تستخسرش فيهم، تودي دروس وتجيب من الدروس، تقعد تذاكر لده وتقوم من ده، تساعد ده، تعمل لده، حاجة حلوة قوي. يعني يمكن الجزء اللي يخص ميادة جزء يمكن الدولة المصرية شاورت عليه قبلنا كلنا، يمكن سيادة الرئيس نفسه عبد الفتاح السيسي قالها كده قدام الدنيا كلها، قال لما بيبقى عندنا ولد ولا بنت من ذوي الاحتياجات الخاصة ده بركة البيت، ده الكنز بتاعك، تستخسرش فيه أبدا، ساعده وجهه سنده، لأن هو أكيد هيخرج منه حاجة تبهرنا كلنا. هتكلم عن البنات بقى لما تبقى شاطرة وذكية وقوية وقد المسؤولية، هتكلم عن لما يشرفوا أبائهم وأمهاتهم، هتكلم عن لما بينزلوا حتى سوق العمل وبينجحوا وبيتقال فيهم كل خير، هتكلم عن لما بيكبروا في السن ويبقى كل بنت وولد عارفين إن أمهم دي ست قوية، ست كانت شاطرة في شغلها، هتكلم لما بتبقى جدة ويجي بقى ابنها يجيب لها حفيد او بنتها تجيب لها حفيد تقول لها ايه، تلاقيها بتشارك في تربيته او في تربيتها، ما بتسيبهمش. ليه؟ لان هي طول الوقت اتعودت تدي، طول الوقت اتعودت ان هي تساعد اللي جنبها، طول الوقت اتعودت اللي هي تبقى ما تسيبهمش لوحدهم، تديهم، تنورهم، تحليهم. هسمع كل آرائكم وكل مداخلاتكم، لأن يمكن من الفقرات اللي بحبها جدا واللي بتطمن قلوبنا وبتوجهنا كمان، لما انتوا بتدخلوا تكلمونا بنعرف الحمد لله اللي احنا ماشيين صح وان احنا قد المسؤولية. على مدار الأيام بتثبت ان كل اللي بيحصل، يعني شاء السميع العليم، تيجي البنت دي باباها ومامتها يبقوا عارفين هي اللي مشرفاهم، هي اللي رافعه راسهم، هي اللي محلياهم. تسوى ايه ان موبايل اب ما يبطلش رن طول الليل من كل الناس اللي يعرفها وبيقولوا له مبروك نجاح بنتك. كم بنت في حياه ابوها وامها مصدر طاقه وامان ليهم، كم بنت بتفضل تطبطب وتراعي وتكمل للاخر، حاجات كتير قوي. كم اب بيبقى قاعد بيقول لبنته روحي ربنا يخليكي ليا، روحي يا رب ما تحرم منك، روحي ربنا يجعلك سند ليا، بيبقى مبسوط بده. في النجاح البنت ما بتفرقش عن الولد، لا خالص. في الحنيه البنت ما بتفرقش عن الولد، لا خالص. في الجدعنة والسند البنت ما بتفرقش عن الولد خالص. لما بتبقى في موقف ولا حد في مستشفى من العيلة ولا حد في مأزق مادي ولا ويبص جنبهم يلاقوا أخت، عمة، خالة، حد منه قوي ويدي بدون مقابل، دي بناتنا، دي بناتنا، مش الفيور شيب ولا اللي بنشوفه كتير في على التيك توك، لا احنا كفي اعلام مسؤولين قدامكم اولا وربنا قبل كلكم كمان، بنبقى مسؤولين ان لازم ده يبقى موجود عشان ولادنا تشوفه وبناتنا تشوفه. الاب ده بيبقى مبسوط بالبنت دي جدا. هستقبل كل تليفوناتكم ومداخلاتكم، هسمع كل آرائكم، هسمع تجاربكم، هسمع صمتكم، إن لأن في الآخر بتبقى النتيجة محسوبة لكل أم وأب. لما بيبقى في مجهود كبير اتعمل وتيجي كل أم وأب تقول له، بيبقوا مش يمكن الجمل دي ما بنقولهاش بس تبقى حقيقية،
يبقى هو بيقول لها شكرا على تربيتك، وهي بتقول له شكرا انك شاركتنا ودعمتنا. ما بنقولهاش، بس قولوها، قولوها علشان طول الوقت يفضل البيت ده حلو بناسه اللي فيه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤنسات الغاليات، هو سمانا كده. ما بنقولش ابدا ان الولاد مش حلوه، لا والله ابدا، بس كمان البنت حلوه، حلوه في كل حاجه بقى. حلوه لما تبقى فالحه وناجحه وجدعه وحنينه، حلوه لما ام بتقع في مشكله تجري تمسك الموبايل تكلمها، شوفي فلان عمل ايه او فلانه عملت ايه. حلوه لما تبقى شورتها حلوه بتنجي، حلوه لما تبقى ذكيه وبتفهم، حلوه لما تلم الناس ما تفرقهاش. حاجات كتير قوي انا لو غبت اقولها، يمكن يعني انا لو قلت تلات اربع ستاتنا كده ابقى ظلمت، والله ابقى ظلمت. بص عليهم بقى لما بيكبروا، تبقى كده مثلا طلعت على المعاش وهي في منصب مهم كده، يفضلوا ولادها فاكرين لها وتحكي لبنتها، يعني الابنه دي تحكي لحفيده الست دي او تحكي لحفيدها، او الابن يقول لك ماما دي كانت اشطر واحده في كذا، ماما دي طول عمرها تصحى الصبح تعمل لنا الفطار، تنزلنا المدرسه، تلبس بسرعه وتروح تعمل روح الشغل، ترجع من الشغل تعمل الغدا، تتابعنا في الدروس، وبعدين شويه كده ونقعد كلنا تذاكر لنا وندخل ننام. ماما دي كانت طول الوقت اسمع عنها ان هي اهم واحده في مكانها. طيب واللي ما اشتغلتش؟ ما تقلش والله، ما تقلش، ادت من حنانها، استخسرت في نفسها وادت ولادها. ياما امهات تعلمهم بسيط جدا وتلاقي ما شاء الله تبارك الله عندها بتاع 3 4 مناصب حلوين كده، اللي مستشار واللي ظابط واللي دكتور واللي مهندس كتير. اديتهم من عمرها، اديتهم من حياتها، اديتهم من القرش اللي في ايدها، كانت تستخسره في كل حاجه، لكن ما تستخسروش على ولادها. فبيبقوا يكبروا يتباهوا بيها اكتر ما يتباهوا بنفسهم. كل الحاجات دي بتبين من الاول. كم بنت بتبقى شايله مسؤوليه كبيره ومش عايزه تحمل باباها ومامتها عشان ما يزعلوش عليها. كم بنت بتبقى بتجري ونفسها تفرحهم مش لنفسها بس، لا هم اهم. كم بنت بتبقى بتمر في اي ازمه تيجي تقول بلاش اقول لهم عشان هم بيزعلوا، بابا عنده سكر، ماما عندها ضغط، ملهاش لازمه، انا هشيل وهعدي ان شاء الله. ولما تعدي تلاقيها بقى قاعده بتحكي له بقى، تقول له انا مريت بكذا ومريت بكذا ومريت بكذا. يعني يا جماعه بصوا على المشوار ده بنظره تانية. بنت زي دي تستحق مننا كلنا كل التقدير والاحترام. يمكن انا وكرو برنامج صدى البلد قلنا ده اصعب مشوار رحناه، لان فعلا كان في مدقات كتير ومرتفعات ومنخفضات، ولكن لما شفناكي يا مياده فرحنا قوي اني شفناكي، فرحنا فعلا. كل واحد فينا اتمنى في يوم من الايام ربنا يبقى له من سنده ومن ظهره وابني ليه او بنتي ليه زيك. حبيبتي ربنا يوفقك والف مبروك عليكي. من الحاجات الجميلة، تعودنا دايما في برنامجنا ان احنا بنعرض الحلو والوحش، لان الحلو بيدينا امل، بيشيل من قلوبنا الخوف، بيدينا اطمئنان، بيدينا ان دنيتنا بخير. الوحش بناخده جرس انذار نتعلم منه وما نقعش ابدا في حاجة تبقى صعبة علينا نشيلها، سواء بقى اختيار، سواء تجربة، سواء أي حاجة. حاجات كتير قوي بنفوت بيها، كتير قوي بتغير فينا. استقبل كل تليفوناتكم وأرائكم، وعايزة أسمع منكم كتير قوي. ابعتولي على صفحة برنامجنا على الفيسبوك اللي باسم نهال طويل، أو على صفحة صدى البلد. اللي جاي معاكي ايه يا نهال؟
اللي جاي معاكي ايه؟ عرضتوا صفحتنا يا كريم؟ شكرا. اللي جاي معانا تعالوا نطلع نشوف جهود اجهزه وزاره الداخليه على مستوى الجمهوريه خلال اسبوع في مجال الامن العام ومكافحه المخدرات. ابقوا معنا. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع. حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 455 عنصرا إجراميا ومصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة بنطاق 23 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل. وضبط معهم 285 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 54 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1129 قطعة سلاح ناري أبرزها جيرينوف ورشاش و129 بندقية و121 بندقية آلية و48 مسدسا و829 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و160 خزينة، إضافة ل1343 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 589,745 حكما قضائيا، من بينهم 2407 حكم جناية و211,261 حكم حبس و294,439 حكم غرامة وواحد وثمانون ألفا وستمائة وثمانية وثلاثون حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط سبع تشكيلات عصابية ضمت 32 متهما قاموا بارتكاب 17 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 75 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 110 متهما. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1243 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها أكثر من 67.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش وما يزيد على 1370.5 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من 34.5 كيلوغرام، وضبط ما يزيد على 3.5 كيلوغرام من مخدر الأيس الشابو، إضافة إلى قرابة 12 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 12,919 قرص مؤثر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 13 مليون جنيه. أهلا وسهلا بكم مرة تانية في تفاصيل. يمكن على مدار الوقت جدا كانت بتزيد ان فكرة ان البنت
تبقى ليها قيمة كبيرة قوي. يعني قبل كده كانوا يزعل لما يجيله بنت، زمان بقى ده حتى كان في أيام الجاهلية وقت البنات كانوا يزعلوا لما خلفوا بنت. تيجي تلاقي بقى مع الزمن ومرور الوقت وانشغال الناس وتهتهم في الدنيا، تيجي ما واحد تلاقيه كده زعلان اللي هو ربنا كرمه ببنت، تبقى عايز تقوله يا عم انت اتجننت ازاي؟ دي البنت دي خير كبير قوي. تيجي تقوله انت يعني انت ازاي بتقول كده؟ انت دلوقتي البنت بتقف وبتساعد وبتحلي وبتغلي وما بتفرقش ابدا، حاجات كتير قوي. لو هنتكلم عن العطاء، هو مش واقف على البنات بس، برضه في شباب حنينة قوي، بتبقى رجالة حنينة قوي قوي، تلاقيه تحت رجل أمه. أول ما أبوه يتعب تلاقيه الدنيا سودت في عينه. أول ما ربنا يفتح عليه ويديله يبقى عايز يجيب كل حاجة يديها لأبوه وأمه. يعني ده موجود وده موجود. ولما سبحان الله بيبقى يعني اللي بيتجوز وربنا يكرمه ويبقى أول فرحته بنت، تلاقيها الأقرب لأبوها، هي بتميل كده طبيعي لأبوها. شوف سبحان الله، يعني تبقى روحها فيه كده، بيزعق بقى ما بيزعقش، بتخانق معاها ما بيتخانقش، بتختلف معاها ما بتختلفش، دي كلها حاجات عادية، هي بتميل وخلاص، هي بتحبه وخلاص. عارفين دايما بنقول المحب اللي من النوع ده بيبقى حب كده اللي ما فيهوش اي حاجه بقى، ما فيهوش اي شوائب بقى، حب كده خالص. شوف على الفيديوهات على الفيسبوك الابهات اللي لما بتيجي تجوز بناتها يبقى واقف بيعيط كانها امه. ايوه والد مياده استاذ خالد قال لك هي نورتني وشرفتني قدام الناس. كم بنت بقى منوره ابوها ومشرفاه، كام ست منورة حياتها وبيتها وولادها، كام ست ناجحة حوالينا لازم نقول لهم شكرا. أيوة نقف قدامهم ونقول لهم شكرا، نقف نقول لهم احنا شايفينكم مثل أعلى لينا، احنا شايفين وعارفين كويس قوي المجهود اللي بذلتوه عشان توصلوا للمكانة دي، احنا مش بننساكوا، احنا فاكرينكوا كويس جدا وفاكرين الايام اللي مريتوا بيها. طيب يبقوا كمان عوامل دفع لينا، يعني لما بتيجي تزهقي كده ولا تملي ولا مشاكل كتير في الشغل، شدة في البيت، مش عارف ايه حياتنا ضغوطنا، تيجي تفتكري فلانة اللي نجحت دي تقولي لا انا سواء ماما بقى او خالة او عمة او صديقة او جارة تقولي لا انا، او مديرة ليكي تيجي تقولي لا 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 انا عايزه اكمل، انا عايزه انجح زي نجاحها كده، عايزه ابقى ست كويسه كده وليا وضعي في بيتي وليا وضعي في المجتمع. محسوبه طبعا طبعا، محسوبه طبعا، مفيش تعب بيروح على الارض ابدا. استقبل كل مداخلاتكم كل تليفوناتكم وهسمع كل ارائكم، ابعتولي كل رسائلكم على صفحه البرنامج اللي باسم نهال طويل أو على صفحة صدى البلد، وطبعا انتوا هتبعت لهم ان ده البرنامج تفاصيل شباب يوصلوا لي على طول. لما بيبقى في مثال ناجح زي ده احنا بنتمسك بيه، بنفضل فاكرينه طول الوقت طول الوقت، ما بننساهوش، فطول الوقت بنحتذي بيهم. يمكن في التقرير قلت الجواب بيبان من عنوانه، تحمل المسؤولية ده شيء من أهم ما يكون أنت زرعيه في ولادك. يعني مش يدخل يرمي الشراب في ناحية والكوتشي في ناحية وشميزه مش على الهنج مش معلقه على الشماعة و و و وأنت تدخلي وراه ترتبي. بيجي لازم عند وقت معين توقفي كل ده، مش لأن هي مهملة والسلام أو هو مهمل والسلام، لأ هنا بقى انت بتبداي تزرعي فيهم تحمل مسؤوليه نفسك. قومي وضبي اوضتك، قومي ساعدي ماما،
قوم نظف اوضتك مكانك، ما انت اللي قاعد. ده كله مهم ليه؟ لان دي النقط الاولى والخطوات الاولى في تحمل المسؤوليه. بناء عليه انت بتحوطيه يعني بتخليه يبقى بعيد عن العشوائيه. هو فاهم ده. بدات التليفونات خلاص. معانا ندى من القاهره. مساء الخير يا ندى. انا اصلا مش قادره اتكلم. ليه مش قادره تتكلمي ليه؟ سجلي ايه؟ مساء الخير يا ندى. مساء النور يا استاذه نهال. ايه اتفضلي منوراني. بنورك. انا عايزه اقول لك ان احنا كلنا بنحبك جدا حبيبتي، وبتابع حلقاتك كلها حبيبتي يا ندى، خصوصا مقدمتك، يعني انت بتدينا طاقه ايجابيه فيها. الحمد لله يا حبيبتي. انت كام سنه؟ انا 30 سنه. ما شاء الله، الله اكبر. انت ام النهارده، انت مقدمه لنا محتوى بناخد منه موعظه، يعني مهما الدنيا وقفت قدامك تقدري ان انت تعافي معاها. برافو عليك يا ندى. احكي لي بقى كده، كان مين بيساعدك ايام الدراسه، ومين بشايل هم نتيجتك، ومين بيقول لك يا ندى ركزي؟ قولي لي كده، احكي لي. رقم واحد كانت هي دايما اللي بتدعمني، ولو انا وقعت تقول لي لا انت قدها وتقدري تكملي. اه ماما. فانا بقدم لها من خلال برنامجك كل الشكر، واقول لها اللي انا بحبها جدا، وربنا يديمها في حياتي نعمه. يا حبيبتي شكرا، ميرسي قوي يا حبيبتي، ونورتيني بالمداخله بتاعتك. اهو مثال من بناتنا ما بتنساش حاجات كتير قوي، ما بتعديش، بنفضل فاكرينها بنردها بقى. بيجي وقت عارفين ده سلف ودين. الام اللي قعدت على اولادها وربتهم وتحملت كل شقاء الدنيا عشانهم، مش زي الام اللي اتخلت عنهم. دي ام ودي ام، بس دي بيبقى لها مكانه كده، عارفين الملك لله وحده، بس تحسها ملكه في حياتها. الا ماما، يجي مثلا تجوزه فتيجي مراته تقول له كلمه كده تضايق، تقول له مامتك قالت ما، لا الا ماما، من فضلك الا ماما. يجي هي تتجوز جوزها يقول لها طب ما بلاش الاسبوع ده تروح لمامتك، تقول له لا انا لازم اروح لماما. ليه بقى؟ ده اعتراف بالجميل. بتبقى عملت كتير قوي عشان اسرتها تطلع لقدام. لما الدولة المصرية بتساند المرأة جدا، مش كده والسلام، لا، لأن هي اللي بتصنع مجتمع. ما تضحكش، الأسرة الصغيرة دي مجتمع. ده المجتمع. مجتمع إيه غير أسرتي على أسرتك على أسرته على شوية ناس. حاجة فايزة مساء الخير. حاجة فايزة مساء الخير، أرجوك اسمعيني من التليفون. نتشرف إن أنت جيتي القرية بتاعتنا إن شاء الله. يا نهار أبيض، حضرتك من نفس قرية ميادة؟ أنا مرجد ميادة. ما شاء الله، ألف مبروك. سامعة، سامعة. ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك. ويا رب يجعلها كده دايما مشرفاكم. احنا اتشرفنا ان انت جيتي بلدنا، جيتي بلدنا والله. اشكرك يا ست فايزه، ده انا اللي اتشرفت بيكو. كل ده بيعدي. انا كنت عايزه ارجع اقول ايه الشباب، بس عشان المداخلات بدات وكتير فانا مش عارفه استقبل حاجه. عايزه اقول ليه بقى بيجي يقولها الا امي، هو اعتراف بالجميل. هو ده الاعتراف بالجميل. دايما جميل الأم ما بنعرفش نوفيه مهما عملنا، مهما عملنا. ودايما اللي أمه راضية عنه كسبان دايما. هرجع بقى للنقطة اللي كنت واقفة عندها، إن الدولة المصرية بتساند المرأة المصرية لأن هي المجتمع. أنا بزعل جدا زيكم بالظبط لما بلاقي فيديوهات على الريلز او على التيك توك بتقابلني، عندي برضو اطفال، وبلاقي شكلي ضايقني قوي، سواء من ستات كبار او من بنات صغيرين. احنا مش ده، مش عشان الرقم الفيورشيب يبقى احنا كده او الغالبيه العظمى كده، لا لا والله ابدا، احنا مش كده خالص، احنا مش بالسطحيه دي.
ابدا. احنا من اول ما بنطلع في بيوت اهالينا بنبقى متدينين بالفطره كده، مسيحيين ومسلمين. بنخاف كلام الناس ونظرات الناس، بنخاف على ابهاتنا وامهاتنا. احنا مش كده، مش كده. فيش اب ما قالش لبنته خدي بالك من نفسك، خدي بالك من لبسك، مكياجك كتير، ايه اللي بتعمليه ده؟ طب والله بتبقى ما شاء الله كبيره كده اهو وتقف تسمع من ابوها. هاش لازمه الحركات دي. مفيش بيت خالي من ده. مي من القاهره، مساء الخير يا مي. مساء النور. اتفضلي يا مي. انا عايزه اقول لحضرتك ان انا بحبك قوي ومبسوطه ان انا بتفرج عليكي. يا حبيبتي شكرا جدا، مرسي جدا يا مي. شكرا يا حبيبتي. عايزه اقول لك ان انا بتفرج على الحلقه مباشر وبستنى تاني يوم عشان اتفرج على الاعاده. بجد ببقى مبسوطه جدا، والبيت كله عندنا بيتفرج على حضرتك، وبجد يعني احنا بنتشرف بيكي جدا جدا وبنحبك قوي بجد. شكرا يا حبيبتي، متشكره قوي. الطاقة الإيجابية بتاعتي. حاجات كتير بتفرق جدا. مفيش أب ما بيقولش لبنته، فيش أم بنتها بتبقى متجوزة وفي عصمة راجل ومعاها بنت ولا ولد ولا الاتنين، وتيجي تقول لها مالوش لازمة التنطيط الكتير ده، ايه انت كل يوم نازلة مع أصحابك، تخلي بالك من بيتك ومن ولادك. يبقى في الاخر دول مش شبهنا جدا، دول مش احنا. حاجة كده احنا بنشوفها وبنعدي عليها وبننساها خلاص، تعلمش معانا خالص. لا هم هيبطلوا ولا احنا هيأثروا فينا خالص. بيظهر ساعات كونتنت محتواه حلو على السوشيال ميديا، اقرا التعليقات عليه، اقرا التعليقات. اصل انت بيجي حد غريب كده يقول لك كلمه، التعليقات كلها سلبيه وعادي، المهم الرقم يعني الفيورشيب. لا مش عادي، لا طبعا مش عادي. مع الوقت بيختفوا، متلاقوهمش تاني. مره اتنين تلاته، رقم اتنين تلاته وبيختفوا. بسيمه من محافظه كفر الشيخ، كفر الشيخ وناسها الحلوين، اهلا وسهلا بيكي. ايوه يا استاذه انا معاكي. اتفضلي يا ست بسيمه. انا بعت لك على النت ومن شهرين. ايوه انا بعت لك على النت يا استاذه انا. قولي يا حبيبتي، ايه المشكله؟ عندي مشكله جامده يعني. قولي. انا اخويا رمى امي في الشارع. اخوكي ايه؟ اخويا رمى امي في الشارع. رماها في الشارع ليه؟ رميها، طلعها من البيت بتاعها واخد حقها ورميها في الشارع. ام عايشه في المقابر بقالها سنه ونص. استني يا بنت الحلال، الله يرضى عليكي. انا عايزه امي سكره ومريضه وحالتها صعب، يعني انت لو شفتوها حالتها صعب. اهدي بس، انا عايزه اخوكي بيعمل كده ليه في والدته؟ إيه طبعا في حقنا وحقها، مش عايزنا نخش البيت ولا عايزنا نخش البيت ولا عايزنا نروح لامنا. الخناقه دي كلها علشان بيت؟ عشان البيت، ربنا عامل شقه في البيت وهي قاعده فيها. طب ما هو اكيد ليه مراس برضه في البيت، واكيد هو ورثه. أيوة بيطلع. أيوة امه ليه؟ بيطلع امه ليه يا بسيمه؟ بيطلعها ليه؟ بيعمل في امه كده ليه؟ طبعا عشان امي بتاعتهم وحاجتهم. طب ما حدش عندكم من اهلكم اتكلم معاه ليه؟ عمامه، مراته، اي حد؟ لا هو اللي لا بيقول لك ما حدش يجي منهم هنا، راح كرش امه رخره ورماها في الشارع. هو وحيد ملوش اخوات؟ بتاع امي، والبيت اصلا بتاع امي. هو ثواني بعد اذنك، هو ولد وحيد ملوش اخوات رجاله؟ لا، لأخ كبير طب اخوك كبير راضي اللي بيحصل في امه ده؟ هو الثاني متجوز وبره البيت، يعني قاعد لوحده بعيد. وست والدتك عامله ايه بقى؟ والله العظيم لو شفتيها هتقطع الكارتر، بتموت في الثانيه 100 مره. طب ليه اخوك الكبير ما بياخدش امه عنده بدل ما سايب امه متبهدله في المقابر كده؟ لا امي، ما هي امي مش مرتاحه ومش عايزه تروح عنده، بتقول انا ليا حقي اقعد فيه. انت عايزه ايه يا بسيمه؟ انا عايزك تحلي المشكله دي عشان خاطر امي.
حل المشاكل ربنا. حاضر يا بسيمة، سيبي رقمك، سيبي رقمك. ده بقى اللي يزعل، ده اللي يزعل. عايزة أقول حاجة بس كل الناس اللي بتشوفني، كل الرسائل اللي بتبعتوها على صفحتي تأكدوا تماما إن أنا بنزل وبرد عليها، ولكن أنا ببقى وعدت ناس، وعدت ناس اللي نزل لهم خلال الأسبوع ده اللي بعده اللي بعده، ربنا وحده اللي عالم، فبيأخرني أوردر زي بتاع ميادة النهاردة شفتها، لازم نسلط الضوء عليها. شمس من القاهرة، مساء الخير. ازي حضرتك يا استاذه نهلة؟ اهلا وسهلا يا حبيبتي، اتفضلي. نهلة زي نهال، يلا يا ست. انا بحب حضرتك جدا وبتفرج على برنامجك كل يوم، ومواضيعك مهمه جدا يا حبيبتي. انا فرحانه بيكي ومداخلتك جدا. انت كام سنه؟ انا رايحه رابعه اعلام الاكاديميه البحريه. ما شاء الله، الله اكبر. ان شاء الله تبقي احلى مذيعه في الدنيا. بحب اتفرج عليك عشان بكتسب منك مواهب حلوه يا حبيبتي. ان شاء الله تبقي زيي واشطر مني كمان. ده انا بحب دايما اقول لماما انا بحب زيها، انا نفسي اكون زيها يا حبيبتي، واحسن مني كمان. ان شاء الله تمسكي بحلمك وتمسكي بربنا سبحانه وتعالى، واعرفي ان انت طول ما انت متمسكه بحلمك مش هتتوهي، اعرفي مشوارك وامشي فيه. دول بقى طول الوقت بكلمهم، مش بنساهم، مش هضحك عليكم، مشغوله دايما بيهم طول الوقت. ببقى نفسي اقول لهم كل حاجه، اقول لهم كل اللي سمعناه من اساتذتنا، كل اللي شفناهم ناجحين في حياتهم. ببقى طول الوقت عايزه ان هم ما يخافوش، لان اول حاجه تضل بيها الطريق حاجتين، مش حاجه واحده في الحقيقه، انك تفقد الثقه في نفسك وانك تخاف. خلاص كده يبقى الموضوع انتهى. طول الوقت بنبقى قاعدين شايفين ده على السوشيال ميديا وشايفينه وعارفينه. كم ام بتقوم تنط كده من مكانها تشوف بنتها بتتفرج على ايه؟ ايه اللي تتفرج عليه ده؟ لانها بس سمعت حاجه ما عجبتهاش. بنشوف مجموعه من الشباب وبنات بيعملوا فيديوهات سخيفه قوي قوي. ما هي مش هي، انا هقول تاني، النجاح مش رقم. فالكلمة دي مني أنا هتبقى يعني أنا خير شاهد عليها، أنا عملت الأرقام دي عملتها، فأنا مش بقول ده بضطهدهم أو بقلل منهم خالص ولا بنفسن عليهم مثلا، لأ. النجاح مش رقم، النجاح حاجة تفتخر بيها، قيمة بتقدمها بتزودك، علشان في وقت من الأوقات ده بيروح الرقم ده، خلاص انت عملته مش هتعمل اعلى منه يعني، خلاص هتتنسي، فمعاكش لا وجود ولا قيمه. فكم ام قامت، انت بتتفرج على ايه بنت؟ انت بتشوف ايه؟ تعالى كده انت بتعمل ايه؟ كام واحد عمل ده؟ لازم نهتم بده قوي. دايما الاسره المصريه بتبقى مشغوله بولادهم، هم عايشين لولادهم، شهادة لله كل راجل وست مصريين، شهادة لله، هم عايشين لولادهم، مرتبهم كبير مرتبهم صغير، إيه ربنا فتح عليهم ولا لسه في أول حكايتهم وبداياتهم، عايشين لولادهم، مش عايزين حاجة تاني. هم بيبقوا عايشين طول العمر عايزين يقدموا لولادهم حاجة، يبقوا عملوا معاهم كل حاجة. كلمة كده عندنا سلوجن مشهور في كل بيوتنا المصرية، أنا عملت معاك اللي عليا، أنا ما قصرتش. يعني مشهور جدا السلوجن ده عندنا جدا، أنا ما قصرتش معاك، أنا ما قصرتش معاكي، من أب أو بأم. يعني هو عايز يقولك أنا دعمتك جدا بكل ما أملك، عايز يقولك كنت ببديك على أي حاجة تانية، عايز يقولك لما كنت بتاخد فلوس الدرس أنا كنت بشيل همها قبل ما أنت تطلبها. تخيل بقى ان هو يبقى محضر نفسه وشاغل باله قبل ما انت تطلب. عشان كده بيبقى ايه، بيجي يقول لك انا كنت معاك لاخر، انا قدمت لك كل حاجه. ربنا يحفظ ولادنا يا رب، ويبقوا كلهم جمال. دايما الجيل الجديد بيفاجئنا، ميادة من الجيل الجديد
زي ما في جيلنا فاجئنا أجيال قبلنا، زي ما الأجيال اللي قبلنا فاجئت أجيال قبلها، تتوارى الأحداث وجيل بيسلم جيل، كل واحد بيختار طريقه وشكل حياته. في واحد بيبقى عايز البرواز بتاعه يبقى سليم قوي قوي، فريم الاجتماعي بتاعه يبقى فريم محترم، أسرة أب وأم وأبناء محترمين، يجي بعد كده يسلمهم للمجتمع ويجوزهم ويطمن عليهم ويخلف أحفاد، تيجي البنت والولد الولاد الأسرة دي يكملوا نفس الفريم. فده بيبقى مهم، فبيبقى بيبذل مجهود كبير جدا جدا. قدروا ده قوي، قدروه. مش ولادنا بس اللي تقدر مجهودنا معاهم، احنا كمان طول الوقت نمسك تليفوناتنا كده ونقول لأبائنا وأمهاتنا شكرا، طول الوقت نقولها لهم قبل فوات الأوان، نقولها لهم قبل ما يمشوا ويسيبونا. انتوا ناس محترمة، انتوا ربتونا، انتوا ما حرمتوناش من حاجة. طول الوقت نقول لهم الكلام ده، علشان فعلا بتبقى الحياة متعبة. يمكن احنا لما دخلنا جوه الحياة دي حسينا بتعبها. مين فينا لما بيجي يشيل المسؤولية ما بيقولش يا ريتني ارجع صغير تاني واقف اخد الفلوس من بابا وماما تديني مصروفي وانزل واتكل على الله. كتير بنحتاج ده، كتير جدا بنشتاق له، بنقول ايه ده، هو قطر العمر يجري كده بسرعه، انا كبرت كده، انا مش عارف اعمل كذا، انا ما عنديش وقت، انا ده كله مسؤول مني. اه وقتها بس بتحس بالمجهود الكبير اللي عملته والدتك او والدك، بتتمنى ساعتها انك السنين دي ترجع بيك لورا. مفيش حد فينا ما بتفوتش عليه اللحظه دي، بيتمناها، بيتمنى يعني يرجع يبقى عيل صغير، علشان حس المسؤولية تقيلة ومش عارف، مش قادر ياخد نفسه. كل ده حاجات بتتشابه فيهم البشر، حاجات بتمر علينا وعلى قلوبنا كلنا. دنيا من الجيزة. ألو. ألو يا دنيا، مساء الخير. مساء النور، ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي، اتفضلي. هو أنا عندي مشكلة، كنت مخطوبة لواحد وكان بيدفعني على طول فلوس. استنى، انت كام سنة دنيا؟ انت كام سنة؟ 22. طب هو بيدفعك فلوس؟ انت اتخطبت 22 سنة؟ ايه اللي كان عاجبك فيه بقى عشان تحبيه قوي كده؟ هو كان كويس في الاول، واحنا اول لما اتخطبنا فجأة بقى انسان تاني خالص. طيب عايزه اقول لك حاجه، هو مش ممكن يكون معهوش فلوس وعايز يخرج معاكي؟ لا، هو لو كان كده كنت انا هقدر، بس هي كل مره بنكون قاعدين سوا فهو يسيبني مثلا ويقوم فانا اضطر ادفع، فانا بشتغل وبجهز نفسي. طب احكي لي كده، وانت نازله معاه كان بيقول لك انت اللي هتدفعي، فكنت بتاخدي فلوس معاكي؟ لا. طب لو جيتي قلت له ما جبتش فلوسك معايا؟ ما جبتش. في مرة قلت له، هو قال لي تمام ماشي مفيش مشكلة عادي. بعد كده واحنا قاعدين كان كل مرة يقول لي انت ايه رأيك في الخروج، انا دفعت كده. طيب مشكلتك فين يا دنيا بقى؟ بصوا انا عايزة اتكلم على حاجة، بس حاضر يا شباب ثواني بس، ما استنوني هعلق على ده بس، وايه واللي انتوا عايزينه اعملوه. عايزه اقول لكم حاجه، هو حبه حلو وان احنا نحب حاجه حلوه، لكن حبه حاجه عدله ازاي؟ يعني ما تروحيش تختاري حاجه غريبه كده وعجيبه كده وتيجي تقول اصل انا بحبه. تحبي في ايه؟ شباب ازاي الورد كتير جدا، بستغرب جدا 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 بناتنا لما تيجي في الاول تبقى شايفه كل ده وتكمل، وبعد كده الاقيها في المحكمه رافعه قضيه طلاق وهي شايفه وعارفه العيوب وحافظاها.
لكن وتقصد تكمل تدخل فتتواجه بيها، مش بتتصدم بيها. انا مع الاراء اللي بتقول كل العيوب بتبان في فترة الخطوبة، انا مع الرأي ده. تقول لي داخل ملاك وبقى ابليس، انا ماليش دعوة بالمشاكل اللي بعد كده اللي طلعت حد تاني، انا مش بتكلم على دي، انا بتكلم على العيوب، بتكلم عن العيوب، عن العيوب والطباع الوحشة. يبقى بيشتمها وهي مخطوبة، يبقى شكاك، يبقى بخيل، بيستخسر فيها كل حاجة، حاجات كتير بتبقي انت عارفاها وبتكملي الخطوبة، وبعدين امشي الاقيهم في محكمة الأسرة بعد كده. الله، انت عارفاه، بس لما تواجهت بيها بقت قريبة قوي ازعجتها. نعم يا احمد، قولوا لي. بقت مزعجة، ده صعب قوي قوي. لا، العيوب دي حطي تحتها خط وقفي عندها. سمعتي من بابا، سمعتي من ماما، تسمعيش كده وما تاخديش يا ستي، خديهم جنبك، خديهم في جيبك، النصيحتين تلاتة دول هتعوزيهم قدام. تعالوا تعالوا نشوف تقريرنا اللي جاي ونرجع لكم مرة تانية. أبكوا معنا. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشاري رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ولواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ولواء أحمد العزازي مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ولواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصة في قطاعات الطرق والكباري والمشروعات الإنشائية والمعمارية، إلى جانب مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة. وقد تم في هذا الإطار استعراض جهود تطوير معهد ناصر للعلاج بإضافة مباني جديدة وتطوير المباني الأساسية القائمة واستحداث أقسام وتخصصات طبية جديدة وزيادة السعة السريرية للمعهد بمقدار 1000 سرير إضافي، إلى جانب زيادة عدد غرف العمليات الجراحية ووحدات الكلى وكذلك المنشآت الخدمية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث وجه السيد الرئيس بتحويل المعهد ليصبح مدينة طبية متكاملة، فضلاً عن زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد ورفع كفاءة بنيته التحتية، وذلك بالاستعانة بالخبرات الاستشارية العالمية في هذا المجال، أخذا في الاعتبار أن المعهد يعد من أهم ركائز المنظومة الصحية في مصر. كما تم استعراض عملية تطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى بما فيها محور حصب الله الكفراوي بطول 17 كيلومتر الذي يربط الطريق الدائري جنوب محور المشير طنطاوي بمنطقة المعادي، إلى جانب محور الحضارات وربطه مع محور ياسر رزق الذي سيربط منطقة وسط البلد وطريق صلاح سالم بهضبة المقطم، فضلا عن تطوير محور جمال عبد الناصر كأحد أهم المحاور بالقاهرة الجديدة بطول 14 كيلومتر. كما تم استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة قاعة دار القرآن الكريم بمسجد مصر، فضلا عن عرض الموقف التنفيذي الخاص بربط القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية ومجموعة شبكة الطرق والمحاور المحيطة بها، لا سيما الطريق الدائري الأوسطي والدائري الإقليمي. كما تم استعراض جهود تطوير المنشآت والبنية الأساسية والمحاور والطرق بمدينة شرم الشيخ استعدادا لاستضافة القمة العالمية للمناخ في شهر نوفمبر القادم، فضلا عن عملية التطوير الجارية بمنطقة الرويسات في شرم الشيخ ورفع كفاءة التجمعات السكنية والبدوية ومجمع الورش الحرفية بالمنطقة. يمكن من الحلقات الجميلة جدا اللي حبيت أعرضها وتشوفوها
يمكن ادوا لنفسكم أمل طول الوقت، وعدوا نفسكم أنكم هتبقوا قد التجربة طول الوقت، خافوا على قلوبكم جدا جدا، ما تضحوش بيها. ليه؟ مفيش حاجة مستاهلة، وجع القلوب صعب. كملوا وعفروا، مستقبل والحياة يستاهلوا ان احنا نتعب علشانهم. بكده اكون وصلت لنهاية حلقتي النهاردة. معرفش الحلقة الجاية هروح فين ولا هقابل مين، بس الاكيد هروح لناس شبهنا بيدوروا حوالين واقع وبيدور جواهم. استنوني كل يوم حد واربع في نفس الميعاد على صدى البلد 2. كانت معكم نهال طايل، في امان الله.